أخبار اليوم. قول يا رفيق الشهيد محمد اللي ضحى بنفسه النهارده عشان يقتل 4 من زمايله، وأنا كنت واحد منهم، وجي قبلي خد الرصاص في صدره عشان يحميني، خد الرصاص في صدره عشان يحميني ويحمي زمايله، زمايله الأبطال. والنهارده محمد ما كانش طالع المداهمة دي ولا طالع لنفسه، واتخانق مع زمايله وقال لهم لازم اطلع ولازم اروح، سبحان الله، وكانه بيجري على الجنة. محمد هو بيجري على نصيبه على شهادته، عمال على دينه. ارجع يا محمد، ارجع يا محمد. محمد مش سامعني وكانه شايف الجنة قدامه، واخر حاجة حصلت منه النهارده بيبص لي وبيضحك. قول له يا ابني بص قدامك، يبص لي ويضحك ويجري على نصيبه ويجري وكانه شايف الجنة. محمد بطل. الناس بتكمل تقول حكاية محمد وترددها لكل الأجيال اللي جاية، وتعرفوا ازاي ان الراجل ده مفيش من زيه تاني. محمد كان منظف الناس في الشغل. الله أكبر، الله أكبر. اسمع، كان لازم اوصلها لكم وانا دم على ايدي النهارده. ما كانش عسكري عندي، ده ما كانش عسكري، ده كان اكتر من اخويا. وكل العساكر كده، كل العساكر هناك كده، لما يشوف زميله معرض لخطر يجري وياخد رصاص في صدره ودان زميله. مش هو اول واحد يعمل كده، مش هو اول واحد يعمل كده. وده يتمنك على مصر، وانت ممكن لسه في رجاله. ولو قلنا اطلع الجبهه دلوقتي الناس اللي موجودة كلها هتطلع على هناك. معاك. الله اكبر، الله اكبر. الناس تفرح لمحمد، الناس تفرح له. الله يرحمه. محدش يزعل عليه. مات بطل ومات حامي زمايله. اللهم بلغت، اللهم فشل. الله اكبر، الله اكبر.